أكد مدير بنك الائتمان صلاح المضاف أن المخزون الاستراتيجي المالي للبنك كاف خلال 5 سنوات القادمة ويستطيع تغطية وتمويل قروض المواطنين الإسكانية. وأضاف المضاف في تصريح خاص لتلفزيون المجلس أن مجلس إدارة البنك يبحث عن إيجاد أدوات تمويلية جديدة عن طريقة دراسة الرهن العقاري. بطمن المواطنين بأن البنك قادر على تمويل المواطنين في المرحلة المستقبلية، نقول 5 سنوات القادمة، ولكن مجلس الإدارة ارتأى بأن سياسة مؤسسة عامة رعاية سكنية بعيدة النظر في التوزيعات الكبيرة، يجب أن يكون البنك واعي لها، ويجب أن يكون في هناك إيجاد أدوات تمويلية جديدة. فلذلك ارتأينا أن نعمل هذه الدراسة الذين القائمين عليها الآن في الوقت الحاضر،